الناس كل اليوم حبيت نعملكم فيديو على الشرطة .cc السيت اللي هو ولا بريسك برشا عباد يحكيوا عليه وبرشا عباد قاعدين يعملوا له في بيبليسيتي اكاك اللي وجه الله. اليوم مش نحكي لكم السيت هذا، اليوم مش بدي لكم السيت هذا خاطر برشا فيكم يتسائلوا زعما السيت صحيح موش صحيح. مالوزمون السيت هذا راهو فيك، واليوم باش نحكيو علاش اللي هو فيك. دونك خلينا نمشيو للسيت ويب هذا ونشوفوا صح. اول حاجه شنو ما لي بوين اللي يخليوك تقول 1000% اللي السيت هذا فيك. اول حاجه السيت هذا يقول لك كي تعمل ريجستراسيون يعطيك 4.5 دولار بلاش. فماش كون يفرق فلوس بلاش في الدنيا هذه. ثاني حاجة كي نمشي ولل about us، في about us ما معطين حد شيء في الـ information عليهم، مو ما حاطين just short is advanced technology company، عموميات is cryptocurrency mining we provide user with access to the most modern blockchain بلا 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 بلا. وفي الاخر حاطين لك لي بارتنير نتاعهم اللي هما باينانس باي كاسا و تراست بايلوت، هذوما كلهم فيك، حاطين جوست صورهم باش يعطيو مصداقية للسيت نتاعهم. هذه هي ثاني حاجة. ثالث حاجة كيف نمشيو للهو إيز اللي هو الدومين تشيكر، دومين انفورميشن تشيكر، نلقاو اللي السيت هذايا مسجل مي لي دوني نتاع الجماعة اللي وراه الكلهم حاطينهم برايفت، يعني ما عطيك حتى شيء، لا الاسم لا الايميل، حتى الايميل حاطينه الا نيميرو التليفون. والنيميرو التليفون هذا كي تجي تشوفه دونك ترويزيام اللي الكونتاكت انفورميشن والادمنستريشن انفورميشن والتكنيكال كونتاكت انفورميشن الكلهم حتى شيء، الكلهم فارغين حتى شيء. كيف نمشي ونعمل طلع على التليفون هذايا في الـ spam callers، شنو نلقاو في spam calls؟ نلقاو 154 مواطن حاطينو high risk يعني spam، يعني fake untrustworthy. شنو نلقاو من لي ريفيو هذوما؟ نلقاو مثلا السيد هذايا the person used this phone number to register scam domain and defraud everyone in the world be careful hope Iceland government should inquire this number and the address give name cheap. السيد هذايا حاطت معناها النمبر تليفون في لي دومين، معناها عنده برشا دي دومين كلهم فيك، الكلهم معناها يتحايل بيهم على العباد، والنمر التليفون هذاك ماهوش سيم كارد، ماهوش مربوط بسيم كارد ولا النمر فيكس، النمر مربوط بفويب اي بي، يعني السيد هذا وراء المتحيل هذا شاري فويب اي بي وحاطط النمر اللي يحب عليه، يعني برا لوج عليه فين، يمكن في نيجيريا، يمكن في مدغشقر، يمكن في كوريا الشمالية، الله اعلم وين. الثاني ايش قال؟ trying to claim to be someone from government needing to verify my social and current address. معناها السيد قالوا اللي هو من الحكومة ويحب على الادريس نتاعه والسوسيال نتاعه، نمبر الادريس والسوسيال. الثالث يقول pretending to be UK post office asking for delivery fee. معناها تحيل الشخصية من الواحد يخدم في البوسطة في انجلترا وحب ياخذ عموله على بوست اللي هو ما فهمش الجمله. الرابع runs a website impersonating the real www.webull.com. webull معروف ياسر في امريكا، السيد عمل له معناها سيت ريبليكا وكيف حب يتحايل به على العباد، فهمني. وهكاك the number is linked to the mining website short up point cc pretending they are review تاعي انا اللي حطيته، فهمني، هذا from Tunisia pretending to be crypto mining company do not deposit any money or even spend your time on this fake website not
Fortunately, my friend asked me to check if the website is legit because they were offering a free TRX coin, and TRX do not offer mining as it's using proof of stake, unlike ETH and BTC. لأن كي عندي أنا كيف جيت للريفيو الفيديو هذا واحد صاحبي حاب يعمل انفيتاسيون باش ندخل على السيت هذايا ونشوفوا اسكو فري بالرسمي يعملوا فيه المايننج ولا حكم اللي نعرف TRX عنده البروف اوف ستيك ما عندوش البروف اوف ورك دونك ديريكت ضربه المخ السيت هذايا متحيل اي سيت يقول لكم راكم باش تعملوا المايننج على الترون راهو سيت متحيل الترون ما عندوش المايننج الترون يستعمل في البروف اوف ستيك اللي هو البروف اوف ستيك اش معناها يعني جوست تشري لي كوين هذوما العمله الرقميه وتعملها فريز وكيف تعملها فريز الترون يعطيك مكافاه على 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 الكريبتو نتاعك اللي هما اون فريز دونك ما فماش ماينينغ الترون يخدم بال 100 ريبريزنتاتيف اللي هما منتخبين من الجماعه اللي عندهم ديجا اللي شارين ديجا العمله الرقميه ترون يعني ما فماش ماينينغ ألين بعد this number is linked to internet domain associated with fraudulent activities can being perpetrated in Australia. ونفس الريفيو الكلهم معنا حاطين السيدة ذي phishing اللي هو fraud اللي هو scam اللي هو معناها لجميع أنواع السكام والفيك حاطينها. تلقاو لي ليان تحت الفيديو هذا اللي هبطتو دونك ردوا بالكم اذا اي واحد فيكم عامل ريجسترمون في الشرطه بوان سي سي ردوا بالكم تصبوا فلوس ننصحكم ما تضيعوش وقتكم عليه خاطر ماكم مش حصلوا منه حتى شيء والسيت هذا بحكم الجديد ماكس نصور شهر شهرين وباش تلقاه صاي معناها الدومين مات فهمني واخيرا هبطت عملت ريفيو في تراست بايلوت معناها انفورشنتلي تراست بايلوت نحى الريفيو وقال شنو اللي ما نجموش يتاكدوا من الريفيو نتاعي اذا صحيح ولا غلط وكي تمشي للتراست بايلوت التراست بايلوت للريفيو الكل هم حاطينهم 5 اتوال كل 5 اتوار فهمتني يعني الجماعة هذوما ديجا علاش برشا حاطين 5 اتوار على خاطر السيت عاطي باونتي كيما نقولوا السيت باونتي كل مكافأة لأي واحد يحط ريفيو معناها يشكر فيه السيت يقول اللي هو صحيح وأي واحد يهبط فيه في فيديو يقول اللي راهو السيت صحيح وراني بعثولي فلوس وهو يجي نوريكم الجماعة ذوكم هابطين فيديوهات باش يشكروا في السيت راهم هما بيدهم طامعين في شوية في شوية عملة رقمية فهمني يجم يكون السيت مديبوزي فلوس باش عطاه الجماعة ذوما يعملوا فيديوهات مي انتي العميل العادي راهو باش تحايل عليك اذا انتي باش تحط فلوسك في السيت هذا راك ماكش تلقاهم راك ما تنجمش تخرجهم ماكش باش تنجم تخرجهم تفهم فيا ولا يعني ردوا بالكم فهمني الكلهم حاطين ثانك يو جريت سايت ايزي اند اونست اي انفايت يو تو ريجستر بلا 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 نايس بروجكت سوبر الكلهم حاطين السيت هذا 5 اتوال الكل دونك ردوا بالكم نتصور برشا فيكم باش يجيو للفيديو هذايا اللي هما ديجا تحايلوا عليهم واذا انت تحايلوا عليك حط كومنتير لوطا وقول اللي راهم تحايلوا عليك فما خاطر كي تحط كومنتير على دي فيديو اخرين يشكروا في السيت هذايا وتقول لهم راهم تحايلين يفسخوا لك الكومنتير دونك اذا تحايلوا عليك وإلا إذا حطيت فلوسك وما نجمش تخرجهم حط كومنتير لوطا وكيما قلت لك ردوا بالكم إن شاء الله نشوفوكم في فيديو آخرين وديما عينيكم محلولة في السيرتو اللي سيت نتاع الكريبتو والعملة الرقمية فما برشا تحيل في الوالدز في المايننج في كل شيء
دونك هذا هو ان شاء الله الفيديو معناها كان سبب باش يمنعكم منكم تصبوا وتحطوا فلوسكم في الشرطة .cc. واذا السيت هذا واذا الفيديو هذا معناها عاونك باش ما تحطش ما تستش باش تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو باش يوصل الاكثر عباد والعباد تتفرج فيه ومعناها ما يقعش التحايل عليها. ان شاء الله نهاركم طيب ونشوفوكم في فيديو اخر. باي باي.